حلمي أن يكون معي هوية، أن أتنقل في كل مكان دون قيود. امتنان. أنا امتنان طحان، فلسطينية، وأنا في القرن العشرين وما معي وثيقة تثبت أو بتدلل على أنه إلي اسم وإلي وجود وأتمتع بكافة حقوق الطبيعية. هي بس فقط شهادة تبليغ ولادة اللي هي صادرة عن مستشفى المقاصد في القدس، هي فقط اللي بتمتع فيها، اللي هي موجودة معي حاليا، ولا أي ورقة يعني هي تثبت أنه مجرد حتى صورة الشخصية لإلي أنها تكون موجودة على الوثائق مش موجودة للأسف. المعاناة اللي كنت أعانيها بالثانوية العامة يعني هي مجرد صورة إن أكون بين طالبات، وبالصف العاشر إنه يعني تسنى لإنهم يكون معهم هويات شخصية، وأنا الوحيدة اللي هي بين جموع يعني صديقاتي والطالبات إنه ما معي هوية. بالتالي طبعاً عانيت من ناحية إنه ما بقدر أخذ الرقم اللي هو بعطيني إياه حتى أدخله وقت امتحاناتي بالثانوية العامة في الامتحانات الوزارية، فطبعاً توجهت للبلدية حتى تعطي إثبات إنه أنا مواطنة موجودة في رام الله ساكنة في بيتونيا، بالإضافة إنه تم إدخال رقم هوية والدتي مش رقم هويتي حتى إنه أقدر أخذ هذا الرقم، رقم الجلوس اللي هو بيساعدني إنه أنا أدخله عند كل امتحان من الثانوية العامة. والمعاناة اللي كنت أواجهها في الجامعة عندما توجهت للجامعة حتى أسجل وتم إنه نجحت بالثانوية العامة، طبعاً طلبوا مني إجراءات كثيرة حتى أمشي بهاي المسيرة إنه يتم تسجيل إلي رقم جامعي في جامعة بير زيت، وطبعاً الحمد لله يعني بتوفيق ربنا اللي هو ساعدني واللي كان يعني هو الفضل الأول إنه تتيسر أموري حتى أكمل تعليمي. ما دام أخذت الثانوية العامة فهذا مش عائق إنه يكون موجود أمامي، كوني أنا يعني بنت طموحة وبحب إنه أهتم بتعليمي وأطور من نفسي لأنه هذا بعود على مجتمعي. حتى أن حصلت على فرص إنه أسافر وأمثل دائرة العلوم السياسية في الجامعات العالمية، ولكن بسبب الهوية وما معي جواز سفر انحرمت من هاي الفرصة، بالإضافة إنه أمثل كمان جامعتي جامعة بير زيت في جامعة الدول العربية، ويعني طبعا أخذ إجازة أسبوع كامل حتى أمثل جامعة بير زيت وأخذ دورة تدريبية، طبعا خسرت هاي الفرصة. بالإضافة كمان أنا كنت يعني أعاني من ناحية إنه نتوجه للقضاء، وهذا اللي خلاني أعطل أيام حتى عن بعض امتحاناتي اللي كانت هي امتحانات الفاينل. وطبعا قدمت يعني استثناء أو اعتذار إنه بهاي الفترة أو بموعد الامتحان يعني إلي جلسة محكمة داخل عند الاحتلال، واللي هو يعني بده يحاول على قدر الإمكان إنه من هذا المدخل إنه أحصل على هويتي اللي هي بتعبر عن امتنان، وكوثيقة إنه تساعدني أمارس حياتي وطبيعة حياتي وأحصل على الامتيازات اللي أنا خسرتها بفترة دراستي. حتى حصلت على منحة أكمل تعليمي بعد الثانوية العامة في السويد، ولكن بسبب إنه فقدان هاي الوثائق والوثيقة اللي هي الهوية اللي هي بتعبر عني حتى تساعدني أعمل جواز السفر، طبعا خسرت هاي المنحة. المنحة اللي هي كانت مجانية راح تكفل إنه أدرس 4 سنوات في السويد حتى أدرس قانون دولي جنائي، وكان هذا حلمي يعني حلمي الطفولي إنه أتعلم وأدرس قانون دولي جنائي حتى أدافع عن قضية فلسطين في المحافل الدولية.
بدايه القصه طبعا بدايه ولادتي، يعني يوم والدتي انجبتني ب 28/9/1997 حصلت على تبليغ الولاده، وطبعا كانت في عراقيل ما قدرت ان اخذ شهاده الميلاد، وظلت يعني مستمره في حياتي طول حياتي وانا حامله هذا التبليغ الولاده، انه انا انولدت في القدس في مستشفى المقاصد، وما زلت يعني هاي القصه يعني هي مرافقتني في كل مرحله من مراحل حياتي. طبعا حاولنا وسعينا كثير حتى نحصل على هاي الهويه. طبعا امي توجهت للوزاره الداخليه بالقدس حتى انه على قدر الامكان انه تشوف شو السبب ليه انه انا منعت من انه اخذ هويتي. طبعا كانت الجمله اللي هي معتاد عليها المحتل بين قوسين، انت كذاب، انت ساكن برام الله، روح. فكانت هاي الجمله اللي سمعتها والدتي من المحتل اللي هو موجود في الوزاره الداخليه انه هي ساكنه برام الله. فاكتشفت والدتي انه تم الإخبارية انه احنا ساكنين برام الله مش موجودين في مدينة القدس، فكانت هي احد الاسباب انه الاحتلال ما يعطينا الهوية. بالنسبة للوضع السلطة الفلسطينية، طبعا احنا قدمنا ب 2018 استثناء لهذا الوضع وخبرناهم انه احنا عائلة مقدسية، الاحتلال ما اعطانا الهوية، ومع انه الي رقم وطني داخل المقدس يعني داخل موجود عند الاحتلال. توجهنا للشؤون المدنية حتى انه نعمل لم شمل، يعني وصلنا في النهاية ان احنا نعمل لم شمل على هوية والدتي، حتى انه انا اقدر اخذ هوية وبرضه اختي تاخذ الهوية، وهي نفس المعاناة كانت تعانيها. فطبعا من 2018 ل 2020 كنا نتواصل معهم انه ايش صار بموضوع لم الشمل. معروف لم الشمل الداخلي ما بيستغرق يعني سنة سنتين مش اكثر، يعني هو مش لم خارجي. فكنا نتوجه ونتواصل معهم، كانوا يعني بجملة منتهية لسه مش هلا لم الشمل، لم الشمل متوقع انه يكون ب 2021. حاليا اتواصلنا حتى نشوف شو الاجراءات او انه شو التطورات اللي صارت يعني عند السلطة. طبعا ما كان في ولا اي استجابة، نتصل ما كان في رد للأسف. ودائما الجملة انه اصبري مش هلا ل 2021، يعني احنا على يعني مشارف انتهاء سنة 2020 ندخل 2021. لدرجة يعني أنا وصلت إنه تمام رح أصل أشوف إنه 2021 صدقاً بدكم تعطونا هاي الهوية هي لم الشمل. طبعاً الاحتلال السلطة الوطنية حاولت إنه تعطيني بطاقة، هاي البطاقة إنه يكون عليها صورتي الشخصية ورقم هوية والدتي، اسمها موجود وطبعاً تحت اسمها اسمي، خوف إنه يكون في حواجز سيارة وما يتم توقيفي والتحقيق معايا، فإنه أضطر أرفع هاي البطاقة اللي هي استثنائية يعني عبارة عن ورقة. كنت لما أروح من جامعتي، وكنت حالياً يعني بالفترة هذه كنت ساكنة عند بيت جدي بالقدس يعني قضى القدس، فكانوا يعمل حواجز طيارة، فكنت يعني متوترة بشكل مش طبيعي انه مجرد الجندي يدخل داخل السيارة ويطلب الهويات، فكنت يعني على أعصابي انه ايش بده يصير فيه اذا تم مثلا الحجز او القبض علي، ايش بده يصير فيه، وضني على أعصابي خوف انه الاحتلال يوقفني ويسأل وين هويتك، ايش فيها، ليش ناسي هالهوية. امنيتي انه احصل على وثيقة هويتي، الهوية اللي هي بتعبر عن شخصيتي، واقدر انه امارس باقي حياتي من تعليم من عمل،
وكل مجريات حياتي وأبسط الحقوق اللي أنا أخذها عن طريق هاي الهوية اللي هي بتعطيني المجال.